مساء الخير من ام تي في، برحب فيكم بحلقه سكور لليلة اللي رح نحكي فيها عن السباحه، عن الايكيدو، وبطبع عن احداث رياضيه اخرى. في عنا مشاركه لمنتخب لبنان للناشئين بسكي بالسويد باوري، رح نحكي ايضا عن النتائج اليوم اللي كانت عم تصير بعد الظهر، رح نحكي تنس، انديان ويلز، راليات، وبطبع اخر واهم الاحداث الرياضيه اللي عم تصير بلبنان. بدايه ترحيب بضيوفي محمد صقر، مساء الخير. محمد، حضرتك وفريق النجاح البيروتي كنتوا عم تشاركوا بدوره هاملتون الاماراتيه يلي بتصير بدبي، وقدرتوا انه تحققوا نتائج جيده جدا. الحمد لله. هلا بدنا نحكي اكثر حول هذه المباريات وهذه المنافسات. ايضا بدي رحب باعضاء الاتحاد اللبناني للايكيدو، يعني بعد واحد بتعملوا جلسه اليوم اذا بدك. امين سر الاتحاد، بالطبع نحن وياك بدنا نرحب فيك وسام سعاده، وايضا بدنا نرحب بريان زخور امين الصندوق. نحن وياكم بدنا نحكي عن هذه الرياضه يلي من فتره تبعناها على الام تي في، ولكن بدنا ناخذ تفاصيل اكثر حول ابرز النشاطات اللي عم بتقوموا فيها. نحن عاده بالام تي في بنحب هيك نسلط الاضواء على الرياضات يلي منا كثير شعبيه او ما بتجيب ريتنج مثل ما بيحكوا الشباب، لانه دائما الشباب بحبوا شوية مشاكل، شوية باسكت، شوية فوتبول من هون، شوية اكشن. فينا نعمل هلا مقطع واصلين لك بالموضوع. نتمنى انه كل الامور يلي منا كثير جيده بعالم كرة القدم تنحسم. للاسف بكرة السلة عنا اصابة وائل عرقجي، رح بتاثر كثير على النادي البيروتي، النادي الرياضي، خاصة النادي الرياضي عنده مهمات صعبة هلا، ان كان ببطولة غرب اسيا وان كان ببطولة لبنان. بلشنا المد الاخير قبل الحسم بالفاينل فور. خبرنا محمد بدايه عن دوره هاملتون يلي كل سنه عاده بنشوف فريق لبناني عم يشارك. السنه شفنا فريق النجاح البيروتي عم بيحقق نتائج جيده. نحن بنعرف انه نجاح وجزيره هن اذا بدك اكثر شيء بيمثلوا العاصمه بيروت بمنافسات السباحه. مزبوط. الحمد لله هلا اخر فتره كنا بين اسبوعين ببطوله دبي، ببطوله هاملتون، هي واحده من اكبر بطولات بتصير بدبي، والميزه فيها انه بيجي فيها منها فرق اوروبيه وفرق عربيه، لانه الهاملتون هو فريق انجليزي وبيعزم ثلاث ارباع الدول الاوروبيه. كان في 37 نادي وكان في اكثر من 3100 انتريز. قدرنا ب 10 سومرز نجيب اكثر من تقريبا 29 ميداليه، 15 منهم ذهب والباقي موزعين بين فضه وبرونز. وبالتالي هذا امر ممكن يكون ينعكس على المنتخب اللبناني للسباحه، يكون عندكم اسامي جيده. هلا بنحكي عن الاسامي، مين ابرز الاسامي الموجوده عندكم؟ وسام، بدايه مبروك النقله. ميرسي. وين اهون، تايكواندو ولا بالايكيدو؟ لا كلهم هينين. لا هلا كله عالم الرياضه القتاليه. أكيد. يعني أكيد. بطبع تقريبا نفس الستيل ونفس المدرسه أكيد. ولكن بالتايكواندو كان في شويه مشاكل بالماضي. كان في وخلص حطيناها ورانا. لا هلا ما عم نحكي عن تايكواندو، بس انه عم نشتغل وين احسن كشغل. هلا اكيد هلا انا كامين عام باتحاد الايكيدو اضبط لي من ما كنت قبل بالتايكواندو يعني، واكيد هلا مطلع لقدام نحن. خلص المضى مضى ونشتغل بالاتحاد الجديد وان شاء الله نقدر نعمل يلي بنحب نعمله. طيب رايان، نحن نعرفك انت كبطل في هذه الرياضه وكمنافس وكمدرب واليوم كاداري ايضا، ماذا عن الايكيدو؟ الايكيدو هي اسلوب حياه، يعني احنا كثير بنحب هاللعبه وكثير بنشجع الناس تجي تجربها، لانه بنشتغل على كامل جهات حياتنا، يعني من القتال للتطور النفسي والجسدي. يعني جسد وروح، مثل ما مره عملنا مقابله بصوت لبنان حكينا اكيد وياك. بنشتغل كثير على السلف ديفلوبمنت لحتى نتطور بكل مجالات حياتنا يعني. وبالتالي بتفيدنا اليوم، مثلا اليوم بالعجقه شويه ايكيدو كان مش الحال، شويه تامل بتطلع منيحه اليوم. كنا نفسنا شوي يعني. الغضب الداخلي، يعني هل هي متنفس للغضب الداخلي فينا من خلال الحركات اللي بتقوموا فيها؟ هي طريقه لحتى نعرف نتعاطى بشكل ايجابي مع حيالله مشكل بنواجهه، ونعرف نطلع منه باقل ضرر ممكن لنا او لخصمنا. مش الهدف نكسر بعضنا، الهدف نطلع من هالخلاف باقل ضرر ممكن للطرفين. وبتناسق. بتناسق، هي اللعبه يعني اسمها ذا واي اوف هارموني اند انرجي. سو نحن عم نفتش على هالهارموني يلي بلبنان ضايع يعني شوي. بس اذا حسوك شوي هارموني اليوم على بكره قبل الظهر كان اليوم كان ضروري كان طلعوك على الصليب دغري يعني. على كل حال خلينا قبل ما نتابع نحن والشباب نشوف اول ريبورتاج معنا عن يلي كان عم بصير برالي المكسيك، المرحله الثالثه من بطوله العالم للراليات.
بهالمرحلة الثالثة كنا عم نشوف حادث استعراضي للبريطاني كريس ميك يلي عم بيفرض حاله كواحد من الأسماء الجديدة بعالم أراليات. يعني بعد شوي رح نحكي فيها إن كان بالسباحة وإن كان بالأكيد وإن كان بكل الرياضات اللبنانية لازم يكون في عنا هيك شوية حركة أكتر. هون عم نشوف فريق عمل سيتروين يلي حس للحظات إنه كريس ميك ضيع كل شيء عمله من النهار الخميس بالمرحلة الاستعراضية لليوم الأول لليوم الثاني لليوم الثالث، وهون عم نشوف بأي طريقة عم بجرب يلاقي الطريق تبعه. صحيح إنه ضيع ثواني ثمينة ولكن ظل محافظ على مركزه الأول أمام الفرنسي سيباستيان لوب يلي عم بيعمل نتائج مخيفة على متن سيارة الفورد. عم بيرجع يسعيد الفيلينج تبعه على السيارة. صحيح أنه بأول سبق له ربح بمونتي كارلو، بالسبق الثاني والسبق الثالث شفنا عم بيعمل نتائج جيدة جدا. كريس ميك عم بيحقق أول لقب له بعام 2017. المرحلة المقبلة رح بتكون بسردينيا بجزيرة الجمال بواحد واثنين نيسان. المنافسات الأصعب رح بتكون بهذا السباق. فإذا كنا عم نحكي وهون للطرفين للسباحة وأيضا للأيكيدو وكل الرياضات القتالية بعالم أراليات، راح سيباستيان أوجي، راح سيباستيان لوب قبل غير سيارته أوجي، الناس اعتزلت، لا بضل في أكشن، بضل في أسامي. اليوم بعالم السباحة بلبنان هل عنا نحن جيل مخضرم وجيل ناشئ وجيل وسطي؟ يعني هل عم بيكون في تكامل بين بعضهم أم لا؟ عم تجي عملية الاختيار حسب النتائج كل سنة بسنة؟ لا اكيد نحن وخصوصا نحن كنادي عم نجرب نعمل يكون في سيستم ماشيين عليه لنوصل الاولاد الصغار المميزين اللي كانوا حتى باخر بطوله نقدر نكفي معهم طريق على الاخر. يعني مثل ما بتعرف على عمر 16 سنه او 17 سنه ثلاث ارباع الخامات بتختفي لانه خلص صاروا ايام جامعه يعني بتروح والليميت تبعهم بلبنان هيدي هي اكزاكتلي. نحن اللي عم نجرب هون نغير المعادله. اليوم عاملين اكيب عمل عم يشتغل مع الاولاد من لايف كوتش لحدا متابعهم بالدايت لالون من تمرينهم ومبينت نتائج. يعني باخر مشاركه بينت نتائج على طريقه الشغل اللي عم نشتغل معهم وان شاء الله عاملين كفي للاخر مثل ما بقولوا. وابرز الاسماء اللي عندك اياها اليوم كلهم كانوا بارزين، يعني من ساره سيلوات مها لاتيسيا ما بدي انسى اسامي كريم مهدي لانا جود بوكروم كل أسامي جيدة كانوا بياخذوا العقل. يعني النتائج. اليوم رحت بعشر سبيحة رجعت بثلاثين ميدالية، رقم بالنسبة لنا كان خيالي. يعني كان أكثر من الإكسبكتيشن نحن حاطينه وخصوصا بحجم البطولة. يعني ما لنا بطولة صغيرة بمجمع شيخ حمدان من أحلى مجمعات موجودة بالعالم. أنا عقبال أنه ما يخلص المجمع حدنا هون اليوم. أنت أيضا وسام بتشتغل بعالم الرياضة، برأيك أنت المنشآت الرياضية إداء الأهمية وأنت اليوم يلي عم تمثل نادي بودا مثلا بالاتحاد اللبناني الأيكيدو، المنشآت إداء بتلعب دور وأيضا عم بتمثل نادي المولاسال كمان عندكم منشآت وقصر رياضة مهم جدا. أهم شيء بالرياضة يكون عندك التسهيلات والمنشآت الرياضية تقدر تشتغل وتبين شو عندك. هلا بالنسبه للايكيدو ما انك بحاجه لهالمنشآت الكبيره، يعني نحن نعم نحكي ان جنرال هلا بحاجه للمنشآت كلها، بحاجه لملاعب، بحاجه للتسهيلات، وبحاجه كمان تتسهل للعالم يوصلوا لعندك ويقدروا يعملوا اللي بدهم اياه ويقدروا يتمرنوا. هلا اكيد سباحه مثلا بدك بيسين مظبوطه تقدر الواحد يعمل نتائج ويتمرن مظبوط. فنفس الشيء بكل الالعاب، يعني عندهم معايير معينه. صح. وايضا شو فينا نحكي عن الايكيدو يلي بلشت هيك كفرع من اتحاد اخر بالتسعينات بعتقد، ومن ثم شوي شوي يعني بلبنان من اول الانطلاقه تبعكم. هي القصه بالاتحادات بلبنان، الايكيدو هي لعبه مختلفه تماما عن الجودو ولكن باطار النظام اللبناني كانت مضطره تكون ضمن يعني عم نحكي كيف كانت تأسست العملية وبعدين بلبنان. كيف تطورت؟ نعم. فأكيد مع الوقت تطورت وصار في عدد لاعبين أكثر وعدد مدربين أكثر، واضطرينا بوقت معين يصير في عنا هيكلية إدارية مستقلة عن الجودو لأنه مثل ما كنت عم بقول إنه هن لعبتين مستقلين عن بعضهم. وهذا الشيء ما بيعني إنه إحنا على خلاف مع اتحاد الجودو ولا شيء. نحن خلافات بس نحن عم نحكي عزل أصحاب. وقال عزل أصحاب وقال مش قاعدين حد بعض يعني. وإحنا مش قاعدين حد بعض بس نحن عم نحكي كيف عم بتصير عملية التطور بالرياضة على أكيدو بلبنان. نحن عم نحاول قد ما فينا نعمل اتصالات مع الخارج خاصة اليابان وأوروبا، لأن نحن عنا خط مباشر مع اليابان من خلاله كل سنة بيجي لعنا مدرب من اليابان من المقر الرئيسي تبع اللعبة بالعالم. وهالشيء عم يساعدنا على مستوى التطور الفني. سنة كان هولندي؟ سنة كان نحن بيجي لعنا إجمالا دورتين بالسنة
عادة بيكون مرة أوروبي ومرة ياباني. اللي كان خلال شهر شباط هو أوروبي. وهو كمان خط تاني مفتوح معه. وهو المدرب اللي إجا ويلكو فيسمان هو أمين عام الاتحاد الدولي. فكمان نحن علاقتنا مع الاتحاد الدولي غير الاتحاد غير المركز الرئيسي باليابان اللي هو المركز الفني الأساسي. فنحن بهالشيء بنكون عم نفتح مع هالمؤسستين اللي كتير كبار لحتى نطور حالنا فنيا وإداريا ونعمل خط تواصل نسمح للاعبين والأساتذة طبعاً يطلعوا على برا ويتطوروا. بس هون كمان في شغلة لازم نحكي عنها، أنه حتى بالأيكيدو على المستوى الدولي والعالمي في انقسام، لأنه في طرف آخر أيضا بيمثل نهج آخر بعالم الأيكيدو متر فرانسوا شيدياء، وبالتالي هل هو منشأ أو على الاتحاد الدولي يعني الاتحاد اللي هن تابعين له أو كيف العملية؟ يعني تقريبا قريبة من قصة التايكواندو. تايكواندو في عندك الكوري وفي عندك الأمريكان وفي عندك الكندية في عندك نفس القصة. يعني نفس هو القصة. في عنده أستاذ بيطبع أسلوبه يلي بيختلف عن الأيكي كاي اللي هو المقر الدولي الأكبر والمؤسسة الأكبر بالأيكيدو واللي عندها أكثر اعتماد دولي اللي هي مؤسسة الهامبو دوجو أو الأيكي كاي بالتنسيق مع الاتحاد الدولي. فهو عنده غير مجموعة. نعم نحن عم نحكي عن قصة الخلافات برا والتواصل مع الداخل اللبناني. كم بطل في عنا كم بطل بدنا نشوفها بعد شوية نحن وياكم المشاركات الخارجية، ولكن كم اسم مشارك اليوم من الأندية والأبطال؟ هلا بالنسبه للايفنت اللي عملناه هلا بشهر شباط كان من انجح النشاطات اللي انعملوا لهلا باتحاد الايكيدو. يعني كان عندنا حوالي 90 مشارك بالدوره، واذا بتذكر وقتها كنا معك على الهواء بصوت لبنان وقتها سالتنا قد وحتى بالام تي في حطينا ريبورتاج صح نعم. وقلنا لك انه في ان شاء الله نوصل لعدد معين، وصلنا اكثر بكثير من اللي متوقعينه. والحلو فيهم بالعدد هيدا الحلو فيه انه في عندك كان جونيور أعمار صغيرة، وعندك كمان إناس كمان شاركوا، يعني كان عندك عدد منه قليل أيضاً. وفعلا النشاط كان كتير حلو واستفادوا كلهم، يعني كان في استفادة منه. رح نتابع نحن وياكم، وهلأ رح نتوقف مع تطور مهم جدا كان عم بصير بالدوري الألماني. بايرن ميونخ عم بحلق بالصدارة وخسارة للايبزيغ صاحب المركز التالي. وصل بايرن ميونخ نتائج رائعة بالفترة الأخيرة عندما استقبل بالأليانز أرينا ضيفه فرانكفورت متصدر البوندسليغا وحامل لقبها. انتظر للدقيقة 38 ليفتتح التسجيل عبر هدافه روبرت ليفاندوفسكي، وبعد 3 دقائق أضاف البرازيلي دوغلاس كوستا الهدف الثاني لينتهي الشوط الأول 2-0. وأكد ليفاندوفسكي تفوق البايرن بهدف ثالث بالدقيقة 55 ليرفع رصيده ل 21 هدف بفارق هدف واحد عن متصدر ترتيب الهدافين الجابوني بيير إميريك أوباميانغ، يلي كان فريقه دورتموند عم يتلقى خسارة مفاجئة أمام هرتا برلين يلي افتتح تسجيل على أرضه سريعا عبر سولومون كالو بالدقيقة 11 قبل ما يعادل أوباميانغ بالدقيقة 55. وعاد الفوز لفريق العاصمة بهدف لبلاتندهارد بالدقيقة 71 2-1. وعلى غرار دورتموند الثالث كان صاحب المركز الثاني فريق لايبزيغ عم بيسقط على أرضه هالمرة أمام فريق فولسبورغ الجريح هالموسم بهدف وحيد للمهاجم المخضرم ماريو غوميز بالدقيقة 9. وهيك بيكون البايرن ابتعد بعشر نقاط كاملة بالصدارة قبل 10 مراحل عن نهاية الموسم. أيضا نفس الشيء فينا نحكي أيضا عن الدوري الإسباني. ريال مدريد عم يرجع يستعيد الصدارة بفرق نقطتين عن برشلونة يلي سقط أمام ديبورتيفو بالويك أند، ولكن الأهم أنه ريال مدريد عنده مباراة بناقص، ولكن بطبع النتيجة شوي هيك مسامح فيها نادي برشلونة اللي عمل مباراة كبيرة نهار الأربعاء بالتشامبيونز ليج. أنتوا ما مين ريال مدريد برشلونة ولا كيف؟ ريال. أنت تشيلسي مبين بلوز شوي أكثر. ريال؟ ريال أكثر. مبروك لكم. ألمانيا مع البايرن، يعني البايرن اللي قدر يحقق نتيجة جيدة بعكس لايبزيغ. أنا بعيد كتير محير مثل المدرسة خدني برا. هلا بدنا نتابع أنا وياك محمد، بدنا نحكي بموضوع مهم جدا. كنا عم نحكي بقصة إنه اللاعب وقت يوصل أو السباح، وهون الأهل كتير بدون يهتموا بهذه النقطة، 15-16 سنة صح. بيصير في نقطة تحول. شو يلي بيخلينا نحن بلبنان نعجز عن ملاقات التطور العالمي بهذا العمر بالذات؟ صغار من جنن بكل الألعاب، من تنس لفوتبول لباسكتبول لكل الألعاب نحن تكون صغار من عقد، بس بفترة معينة بيوقف هذا التطور. إذا بدك الحلقة الأقوى هي الأهل، يعني اليوم على 15-16 قدي بعد فيها الأهل تعمل كنترول على الأولاد.
هو هيدا اللي هون بصير بفتش على حياته بقى السوشيال لايف، ويعني لعمر معين ما بكون عم يعمل شيء غير بس الولد ما لازم يكون عنده حافز من خلال النادي من خلال الاتحاد ربما الاتحاد هلا الدور الاكبر. يعني اليوم لما يكون عندك بطولتين ثلاثه بالسنه ما بعرف قد ايه الحافز هو هون بمحل عم يشتغل، لانه ما في هالبطولات الحافز المحلي بيضل موجود بس احنا عم نحكي على مستوى دولي. هذا اللي احنا عم جرب نشتغل عليه. يعني اليوم اذا بتسالني على السنه شو برنامجك في اعطيك اياه باي ديتيلز لليوم، يمكن بعد ما حطينا برنامج محلي لبطولاتنا المحليه اللي عم نعمله هو عم نجرب مثل ما قلت لك عم نحط حدا اون باراليل مع الاهل اللي هو اللايف كوتش لحتى بس يوصل لعمر معين والاهل ما بقى قادرين يعملوا كنترول يكون ديجا عارفين. يعني اللي قطعنا فيه ما بقى نقطع فيه، خسرنا كثير خامات كثير كبيره من بعد عمر 15 16 خسرنا هون لرياضات اخرى وخسرتون ككل بعالم الرياضه. يعني بالسباحه بالذات يعني يوم عم بقول لك ثلاث ارباع الاسامي بتختفي عمر 15 16 سنه، كثير قليل اللي بكفوا لعمر 18. يعني اذا بتشوف الانتريز بعمر 18 سنه بيطلعوا 4 5 بوقت اللي عمر 8 9 10 11 بكون عندك 3 4 هيت. يعني هيدي بتبين قد ايه نحن قد ايه عم بفضل منهم للاخر. اللي عم جرب نعمله انه الخامات المعينه الخامات المبينه ما نخسرها ونكون حاطين اللي لازم ينعمل معهم، ما نغلط الاغلاط نحن يمكن شخصيا غلطناها قبل انه ناطرين نحن نكون عم نحمسهم والاهل يكونوا عم بحمسوا. لا في ناس مختصين فيها تحمس فيها تكفي الطريق للاخر. وهذا اللي عم جرب سكاوتينج لابطال وتعاون مع انديه خارجيه مثل ما عم بيصير بكره القدم. الاسبوع الماضي حكينا بهذا الامر مع صديق لنا اسمه بيتر خليفه مع لبنان وقبرص. بالسباحه هلا عم بيكون في هيك تعاون مع انديه ربما بالخليج ربما باوروبا ربما ما بامريكا ما بيكون في تعاون مع الانديه اليوم مثل ما السكاوتينج. يعني اليوم مدرب بيعرف انه في سباحه لبنانيه بهالنادي هون معين، يعني في انديه مثل ما هي قايمه على سباحه من برا بيصير في تعاون بيصيروا بيجوا على البطولات. يعني اليوم ما بعرف قد يمكن معقول تخدم اللعبه بس انه ثلاث ارباع اللي عم بيسافروا اخر النهار صاروا هن ناس ساكنين برات لبنان. يعني ناس عم بيجوا من برا لحتى يمثلوا لبنان، بيجوا من امريكا بيجوا من اوروبا. صديقنا انطوني بربر ممثل نادي المولاسال اكزاكتلي يعني عم بيروحوا بالعكس بالوقت اللي لو ما هي نتيجه وحده. يعني اليوم هن عم بيروحوا يشاركوا ما عم بيعملوا شيء او اللبناني حيروح او يكون عم بيشارك، فخلي اللبناني اللي عم يتمرن بلبنان يشارك لانه نتيجه معروفه هيك بيتحمس اكثر. اكزاكتلي يعني هذا جدليه شوي بكل الالعاب مش بس بالسباحه. معقول يعمل نتيجه ويعمل ميداليه اوكي بفهم تفهم. بس يكون رايحين معروف وين وين الرانكينج لانه لا خلي الافونتاج للبناني اكيد. هلا رح نتابع مع اخبار التنس من بعد اول دوره من دورات الجراند سلام. بلشنا نفوت بالدورات التسع الكبرى، اول دورتين بيصيروا على الارض الامريكيه انديان ويلز وميامي. بدنا نبلش مع انديان ويلز مع روجيه فيدرير يلي عم نشوفه عم بيتأهل للدور المقبل من هذه المسابقة. دورة انديان ويلز يلي بتصير بصحراء نيفادا بالولايات المتحدة الأمريكية هي واحدة من الدورات القليلة بالعالم مثل دورة ميامي أو اللي كانت تعرف بالماضي بكيبيس كين، بتصير على فترة 10 أيام يعني ما بين دورة عادية وما بين دورة من دورات الجراند سلام. قيمة الجوائز عالية جدا بعالم التنس، شفنا فوز لفيدرير، شفنا أيضا فوز لنادال وللأسف نتيجة كانت سيئة لأندي ماري في هذه البطولة يلي عم تصير على الأرض الصلبة. نحن بالموسم الأمريكي الأول من بعدها رح نرجع نبلش مع تيرباتيو لأنه بلشنا شوي شوي نفوت بموسم الصيف. يعني صحيح أنه العواصف بلبنان ولكن خلص من بعد الدورتين رح نرجع لأوروبا مع دورات تيرباتيو واستعدادا لدورة رولان جاروس. هلا رح نتوقف مع بريك بنرجع بعدها مع القسم الثاني من سكور مع ابرز الاحداث بعالم الايكيدو والسباحه وايضا مع التزلج مع منتخب لبنان يلي عم بيشارك بدوره اوريا السويديه. رجعنا معكم بالقسم الثاني من سكور لنحكي اكثر عن الايكيدو عن التزلج وعن السباحه وايضا عن الاحداث الرياضيه الاخرى مع ريان زخور امين صندوق الاتحاد اللبناني للايكيدو، امين السر استاذ وسام سعاده ومحمد صقر مدرب نادي النجاح البيروتي. يعني هذا النادي العزيز جدا على قلبنا. اليوم المنافسه محمد بين مين ومين ومين بلبنان؟ نحن بنعرف انه لفتره طويله كان نادي أريمال هو المسيطر على الامور، اليوم عم نشوف المطيلب كاونتري كلوب، عم نشوف الجمهور مولاسال الجزيره ونجاح حتى الفور بي كان لفتره الصفرة بفتره من فترات كمان. يعني كل نادي عم بكون عنده اثنين ثلاثه مميزين بس اللي على الساحه بالعدد الاكبر هن جمهور جزيره نجاح والمطيلب. ما بدي انسى عندي بس بالمبدا هن هدول اكثر شيء عندهم زخم سبيحه وبالتالي الدافع عنا تقريبا على مستوى نوعا ما احترافي بعالم السباحه.
بأندية ولا بالأندية ككل بلبنان في عدد في عدد منيح وخصوصا بالصغار عم جايد هن صغار يعني هذا اللي بفرجيك انه اذا بنكفي مزبوط مستقبلا اكيد بنوصل لمحل احسن مما نحن هلا عليه بكثير ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله هون بدنا نقول مبروك لنادي العمل بكفية رايان بدنا نقول مبروك صاروا بالدرجة الأولى بالفوتسال إن شاء الله كمان المشاكل اللي عم نتابعها بالفوتسال وبكرة القدم أكيد ككل أكيد. تنحل هون وسام سؤال لك كونك ضليع بهذه الأمور برأيك أنت التحكيم الرياضي هل ممكن أنه هيك بس نروح عليه ما نرجع نروح على التحكيم المدني يعني نقبل بقرارات التحكيم الرياضي وهون جدلية يعني اليوم مع الحاج محمد فنيش البعض يقول انه لازم الامر يكون منوط بوزارة الشباب والرياضة هلا بالنسبة لي انت بتعرف انا ضمن اللجنة اللي عم توضع قانون التحكيم الرياضي باللجنة الأولمبية وهذا التحكيم رح يكون الزامي للاتحادات الأولمبية يعني مفروض ساعتها وقتها يطلع هالقانون وينبت وينقر باللجنة الأولمبية مفروض كل اتحاد أولمبي يعدل نظامه ويدخل ضمنه هالطريقة حل النزاعات فطريقة سريعة بدها تكون وأكيد مفيدة وأسهل للجميع بس مش مهم للجميع. سريعة ومفيدة اللي بدك إياه بس لازم يتخذ قرار أنه ما ترجع تروح على القرار المدني على القضاء المدني هلأ بالمبدأ كل شيء بين رياضية مفروض ينحل بهال رياضية صح وبهاللجان التحكيمية وخذ لك ملا روح يعني روح قد ما بدك فيه قد ما بدك تقول بدنا نتابع نحن وياك بعض الصور عن السمن الأخير اللي كان عم بصير وأيضا عن المنتظر من عمل الاتحاد اللبناني للأيكيدو بالفترة القليلة المقبلة فخبرنا شو كان عم بصير بقصر الرياضة بالمرسال تقريبا من حوالي 3 أسابيع أو 4 أسابيع من هلأ تقريبا نحن ب 18 و19 شباط كان في عنا المدرب ويلكو فريسمان هو شيهان يعني جراند ماستر باليابان ومن حظنا أنه حصل على هذا اللقب قبل ما يجي لعنا بشي يومين ثلاثة فكان عنا الفرصة أنه نكون نحن أول دورة تدريبية مع فريسمان شيهان يلي مبين بنص الصورة هون فكنا نحن أول دورة تدريبية من بعد حصوله على هذا اللقب كانوا المشاركين من كافة الأعمار من كافة الفئات يعني كان في عنا صبايا من لبنان ومن برات لبنان ومن من كل الأندية بلبنان شاركوا معنا كان عنا حوالي 90 لاعب ولاعبة تميز أنه في عنا أولاد صغار مثل ما عم نشوف وايضا التميز الاخر هو بوجود عدد كبير من السيدات يعني نحن عاده بنضلنا بالانديه بنعرف انه سيدات قليل بنلاقيهم بالتايكواندو وبكل الرياضات الاخرى بس بالايكيدو ما كان في كثير بالماضي هالمره شاركوا كلهم واكثريه السيدات شاركوا بالدوره وهذا الشيء نحن كمان عم نحاول نطوره اكثر واكيد الاتحاد الدولي عم يشتغل كمان على الموضوع ونحن والاتحاد عم نشتغل سوا لحتى نطور هالمجال ونشجع كل الصبايا خاصه الصبايا يجوا على الايكيدو لانه الموضوع اللياقه البدنيه والقوه الجسديه منه مهم بالايكيدو فنحن ندعي كل السيدات والصبايا يجوا يجربوا ايكيدو طيب اليوم الايكيدو اذا بدنا نحكي كرياضه وكمنافسه كيف بيربح الواحد على الثاني ما بيربح على التاني بيربح على حاله بيطور نفسه بيتقدم وبس يعني كل اللي بنعمله نحن بنشتغل على نفسنا فيك تسيطر على حالك وتسيطر على الداخل تسيطر كمان على الاخر بس مش بمعنى انك تربح عليه بمباراه رياضيه مثل الرياضات الثانيه هو فن عم نشتغل فيه على تطوير نفسنا بطريقه وفن الرياضه القتاليه منه نعم. منافسات مثل ما بغير العاب يعني هو فن قتالي اكثر ما هو رياضه قتاليه يعني احنا مش مثل يعني انتوا قراب شوي من الوشو نوعا ما يعني وشو صينيه اذا بدك انتوا يابانيه في شي كوره لا هيك ما في ما في بالنص لا لا. بين اثنين طب وبالتالي المنتظر في هذا الصيف ايضا سيمينار اخر طبعا دائما نحن بنحاول نطور حالنا ومثل العاده رح يجي مدرب من اليابان من المركز الفني الرئيسي اللي هو الهامبو دوجو بعد ما تحدد التاريخ ولكن اكيد رح يجي حدا من اليابان وبنحطك بالجو هل رح بيكون في مشاركات خارجيه نحن مشاركتنا الخارجيه بتكون بالسيمينارات مثل ما بنعمل سيمينار مثل ما بيعمل بشلون كمان اكيد رح في مدربين لبنانيه رح يروحوا يشاركوا برا وهلا قريبا في عنا استاذ إليل هاشم
اللي هو خمسة دان، كمان في رايح يشارك برا، وفي كمان رئيس السابق للاتحاد استاذ بول ابو رجايلي كمان رايح يشارك. يعني هلا انا بروحوا لحالهم مش عم بيشاركوا فيهم، بس بيعلموا الاتحاد فيهم. هيدي كلها بتبين بسجلاتهم يعني، وبتفيدهم لبعدين، بتفيدهم من خلال تحسين التكنيك تبعهم اكيد. هلا نحن اللي عم جرب نعمله كمان، عم نحضر إيفنت كبير بال 2018 اللي بتساقي بذكرى تأسيس الاتحاد العشرين سنة، فعم نجرب نعمل شيء حلو وشيء كبير، وبوقته بنرجع إن شاء الله بنطلع معك وبنرجع بنحكي فيه، وإن شاء الله الله يوفقنا من هلأ الوقت. لا بطبع عم بحس إنه هيك في تناغم بين بعضكم لا تنجحوا صدقوني فعلاً. يعني اذا في شيء 3 4 بحبوا بعضهم بالرياضه ولا بيقدروا يوصلوا لمطرح فعلا بعضهم. احنا هلا 5 بالاتحاد، بس انا هذه الشغله ما عم بفهمها. الاتحاد 7، ليش في 5 2 ما انتخبتوهم؟ نحن ترشح 5 طب ما كان في 2 2 الباقيين ترشح شخص ورجع انسحب، بالتالي الاتحاد بيمشي لحد ما يرجع يصير في انتخابات. يعني ما قدرت فهمته يعني بالموضوع، ليه ما كان في لائحه مكتمله مثل اللائحه تبعك؟ ما قلت لك كان في ناس نازلين ورجعوا انسحبوا، هلا بيرجع لهم. هلا بس بدنا نرجع نعمل انتخابات مكمله اكيد، بس خلال فتره قريبه نقدر نخلص عم نحضره، لانه فعلا عم نحضر كثير اشياء وعم نشتغل كثير، يعني لدرجه انه عم نعمل اجتماعات مرتين بالشهر او اوقات كمان 3 مرات بالشهر. فعم نجرب برئاسه رئيس الاتحاد اللي هو القاضي دكتور شادي الحجل، اللي هو فعلا كمان عم بيتعب بالموضوع، عم بيعمل اتصالات والكل عم بيشتغلوا تنقدم الماكسيموم لهالاتحاد، وفعلا ان شاء الله نقدر نوصل احنا وياكم وانتم تقدروا توصلوا لبنان لتكونوا هيك مركز الشرق اذا فينا نقول بهذه ان شاء الله. هلا بدنا نتابع مع منتخب لبنان للناشئين يلي عم يشارك ببطوله بالسويد، يعني بسكي اسمه عليهم باتحاد التزلج، ما عم بيهدوا كل أسبوع أو أسبوعين عم بيكون في بعثة لبنانية عم بتشارك بأحدى الدول. اليوم عم نكون مع سباق التعرج للشباب، أدوان شربية عم بحقق نتيجة ممتازة، المركز 71 من 131 بأول مشاركة له. بطبع الفريق اللبناني مؤلف من رئيس بعثة من مدربين وخمس إلى ست أعضاء. بالويك أند رح بيكون في عنا تفصيل أطول حول هذا الموضوع مع أبرز النتائج اللي حققها كل الشباب بهذه البطولة. على كل حال الاتحاد اللبناني للتزلج عم بيكون أحد أبرز الاتحادات اليوم اللي عم تشتغل على المستوى المحلي، إن شاء الله تقدر تعمل المطلوب منها بالسنوات الأربع المقبلة، لأنه لهلأ بعتقد هنا الأفضل. كل جمعة جمعتين عم بيكون في بعثة لخارج لبنان، ما بعتقد حدا من الاتحادات عم يعملها. الله يوفق الجميع. شو رأيكم ببطولة آسيا؟ هيك الترند اليوم هي بطولة آسيا لكرة السلة اللي رح بتصير بكسروان. حد بيتك يعني هلا حد البيت دغري يعني. حد البيت لا حلو. اول شيء تجيب ايفنت على لبنان تنشط الحركه الرياضيه ونفس الوقت عم تنشط الحركه السياحيه كمان. هي افضل شيء يعني لو قدرنا استفدنا قد ما فينا من موسم التزلج، بعتقد كان لبنان بألف خير بهذا الإطار. اليوم نادع نجاح إذا بده يعمل مثل دورة هاملتون، هلا بدنا نشوف نحن وياك صور لدورة هاملتون والنجاح الكبير. اول شيء قد ايه الميزانيه بتكلف؟ كتير كبير، وغير الميزانية بدك الفاسيليتيز. يعني احنا اليوم المشكلة الأساسية بالسباحة انه انا مجمع الرئيس لحود بس ما بعرف ليه بعد ما خلص امتى يعني. حيخلص يعني كل سنة بنقول هالسنة، بس المشكلة هو بالفاسيليتيز اكيد. يعني قد ايه قادرين ان يعني مجمع شيخ حمدان يعتبر من الافضل، صحيح انه شوي بعيد يمكن عن وسط دبي، ولكن الاجمل 100% وكل الفاسيليتيز حتى الصور. هذا الفريق اللبناني مع الاهل، الاهل المامنين هو اللي خلانا يمكن نوصل لهون. كمان الاهل كانوا موجودين معكم؟ الاهل كانوا موجودين، حتى الناس من دبي كانوا عم يجوا يتفرجوا علينا. ايه بالطبع اللبنانيه الموجودين بدبي عم تشوف لنا. هي الاصغر اصغر بيناتهم كلهم كانت، وهي كريم هون الجروب من الاولاد يلي عم بيقدروا نحاول نتائج. واذا نحن دائما هلا نحن في بوني برو سويم، لانه النادي اللي عم بيقدر يطور حاله هو اللي في مدرسه اللي حقته اكاديمي. برو سويم هي اكزاكتلي هي اللي عم تكون الدخل الاساسي للنادي النجاح، مثل ما عم بيكون بغير امكن مثلا بالمطيب، كمان في صديقنا جورج يزبك المدرب عم بيكون الى جنبهم بغير مدارس، مثل ما كنت عم بقول لك. للاسف ما بعرف ليه هيك صار بنادي الرمال، كان عندهم مشكله بالصفرة عم بيشتغلوا بشكل افضل كمان. يعني نتمنى انه هذا الشاطئ اللبناني هيك يضل عامر ان شاء الله بعالم السباحه. فاذا صعب نقدر نجيب بطوله على لبنان؟ ما في شيء صعب، بس اذا قدرنا نامن فاسيلتيز وقدرنا نامن المعطيات اللي نقدر نقلع منها اكيد هيني.
بس منا هيني لنادي يقدر يعملها او لا. شو هي ابرز الصفات اللي لازم يتمتع فيها السباح؟ يعني انا بعرف اهم شيء يكون طويل القامه، اهم شغله، وايدين طوال اكيد. يعني هلا مايكل فيلبس اللي كان بيميزه هو طول ايديه اطول من جسمه بفرق كثير كبير. هو يكون اذا بدك تايم مانجمنت، يعني يقدر يقسم بين وقته، لانه سباحه بدها كثير تمرين بين وقته وبين مدرسته وبين تمرين. بعرف بيت الضيه يعني مثلا كانوا يروحوا الساعه 5 على بكره على تمرين قبل ما يروحوا على المدرسه، وبعدهم لهلا اذا ماني غلطان. يعني اليوم الاولاد اللي كانت تروح تمرن اولموست كل يوم كل يوم عندهم تمرين بين الجيم وبين سباحه وبين يعني هي السباحه بحد ذاتها منا لعبه هينه، ما فيك تقفي، ما فيك تقطش، ولعبه فرديه. يعني اليوم منا مثل التايكوندو مثلا، امرار بيكون في بالسحب بيطلع لك تشانس تقدر تتبارز مع حدا منه كثير قوي توصل للفاينل. لا انت صعب كثير. اليوم بدك تبارز مع الكل، اليوم بدك تمشي مع الكل، وبدك تكون ليفل مع الكل قادر تقلع معهم. شو هي التكنيك الجديده اليوم بعالم السباحه؟ ما في تركز اكثر على الفيزيك ولا أكيد. على الفنيه اكثر؟ مش بس بالسباحه، بكل الرياضات اليوم، باسكتبول ولا فوتبول بدك تكون فيزيكلي قوي، وبالسباحه نفس الشيء. اليوم الاكثر شيء عم نعتمد عليه قد يكون اكلون منظم، لانه هو اذا بدك بنزين الاساسي للجسم، وقد يكون فيزيكلي قوية. تمرين كله عم يتمرن، هدول اذا بدك العاملين اللي عم نشتغل عليهم اكثر. ومثل ما قلت لك زدنا عامل ثالث اللي هو اللايف كوتش، لحتى يكونوا بالحياة حاضرين ايضا متابعين، حتى يكونوا حاضرين. يعني اليوم ستريس ولد عم يتمرن ليل نهار، بده يكون عم يستوعب اللي عم يتمرن. كل اصحابه عم يروحوا على بيرث داي، مثل ما عم تشوف هلا بالسبق، الحمد لله كنا ليدنج بالسبق فرق كبير. هون ساره عم نشوف ساره عبد الباقي. اكيد هدول المعطيات هن اللي بيخلوا بيفرق سومر عن سومر ثاني. ديفينتلي بالأكيد. وكم ساعة لازم واحد يتمرن بالأسبوع تيضل هيك عم بيقدر يوصل حاله على السوبلاس الكاملة؟ كل ما تمرن أكثر الواحد كل ما تطور، مثل بحي الله لعبة أو فن أو رياضة، ولكن المينيموم هو حوالي 3 ساعات أسبوعيا. يعني عادة بنتمرن 2-4 جمعة أو 3-5 وسبت لحتى نضلنا بجو اللعبة. وبالتالي هل فينا نوصل لمستويات عالية جدا بالرقي من خلال التمرين فقط، أم أنه لا بدنا ناخد دروس بالأمور الروحية أكتر كمان؟ نحن يعني لما واحد يتقدم بالأيكيدو بيصير في شوية مش يوغا، بس في نوع من تأمل وشغل على الانترنال انرجي تبعنا. يعني ويلكو فريسمان مثلا كثير بيشتغل على الانرجي الداخلية، لدرجة عملنا حركة هيدي الموضة اليوم بكل شيء، بالفلسوفية بكل شيء. بس عملنا اكزرسيس مع ويكو فريسمان شي هان، يعني بخليك تحس بالانرجي بدون ما يدق فيك. فاكيد مع كل ما تطورنا اكثر وتمرنا اكثر، هو زلمه بروفيشنال حياته كلها ايكيدو. بلبنان صعب شوي لانه ما بتطعمي خبز يعني. ما بتطعمي خبز للاسف. بس اكيد اللي بيقدر يكون فول تايم عم بيشتغل ايكيدو وعم يشتغل على نفسه بيوصل لمحلات منا سهله ابدا بموضوع الانرجي والتطور النفسي. ماتر كلمه اخيره. نعم. بموضوع الأيكيدو قبل ما نختم هذه الحلقة. نحن بالنسبة لنا الأيكيدو هي طريقة حياة، ونتمنى نحن نكمل فيها لهالطريق بالنهاية نوصل للبدنة إيه. ونشكرك على استضافتنا كمان. ما في شك، نحن بدنا نشكركم للعمل. ان شاء الله بطريق الحياه تبعيتنا بنرجع بنشوفك مره ثانيه بلقاءات عن ان شاء الله. بدكم تعملوا نشاطات كبرى هلا، نحن كل ما في نشاط رح تكون اول المدعوين حضرتك. نحن دائما الى جانبكم. كم نادي في بلبنان؟ على سؤال اخير، كم نادي يعني الشباب اذا بدهم يروحوا موجود بكل المناطق اللبنانيه؟ في تقريبا 15 مركز تدريب، يعني بين نادي او مدرب اتحادي عم بيعطي صف، في حوالي 15 او اكثر. يعني عم نحكي الاتحاديين المعتمدين لدى الاتحاد. وبالتالي في روح واحد وين ما كان، مثل ما كنا عم نقول السيدات ايضا موجودين مثل الرجال. اكيد. نحن حي الله حدا بهمه يعرف اي شيء، لبنيز ايكيدو فيدريشن بيج على فيسبوك او labaikidofed.com بيقدر يعرف حي الله معلومات، بيتصل فينا بكل سهولة. كلمة أخيرة أيضا محمد. أنا بدي أتشكرك باسمي واسم السباحين اللي راحوا على دبي، لأنه لو ما منك يمكن ما كانت ضويت على هالموضوع. لا نحن هذا واجبنا على كل حال، وأنت مثل ما بتعرف متابعينكم من زمان، بس واجبنا أن نسلط على هذه الرياضات الصغيرة، ما بس نحكي بالرياضات الكبرى والخلافات اللي عم نشوفها إن كان بكرة القدم وبكرة السلة وغيره من الرياضات. شكرا لك. نحن نتمنى لكم دائما التوفيق ولبيروت العزيزة هيك دائما النجاح. أيضا نتمنى إنه الرياضة هذا الأسبوع يكون لها حيز كبير بحياة كل يلي عم بيشاهد الام تي في بهالوقت، ونتابع أيضا أحداث رياضية مهمة عنا. الحكمة ورياضة بيروت عم بيلعبوا ببطولة غرب آسيا،
عنا أيضا مباريات بكأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وأيضا هذا أمر جيد جدا للفرق اللبنانية، بتمنى لهم التوفيق رغم كل المشاكل اللي عم تعاني منها كرة القدم المحلية، وخاصة هلأ بلشنا نحضر لمنتخب لبنان لكرة القدم، عنده مباراة مهمة ببيروت بالتصفيات الآسيوية. هذا كان كل شيء، نرجع نلتقي إذا الله راد الأسبوع المقبل بحلقة جديدة من سكور.